أعزائي مشاهدي قناه الصحه والجمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في لقائنا الاسبوعي من برنامج الطب الشرعي هنتناول حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه. الحلقه بتاعت النهارده هتتكلم عن الطب الشرعي العقلي والمسؤوليه الجنائيه. ومعانا ضيفنا النهارده الدكتور فخر محمد صالح عثمان كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحه الطب الشرعي ووكيل وزاره العدل الاسبق اهلا بك يا دكتور اعزائنا المشاهدين في جمله شهيره على لسان المواطنين بتقول ليس على المجنون حرج مقوله مشهوره مسلم بها دينيا واجتماعيا وقانونيا فالمجنون غير مؤثم لذهاب عقله وغياب ادراكه وغير محاسب على افعاله خاصة إن جاءته لوثة نفسية وقت ارتكابه للجريمة فقد يقتل أبرياء لا ذنب لهم أو يؤذي أقرب الناس إليه دون أن يفهم أو يدرك ما يفعل والمشكلة الحقيقية أن البشر الأسوياء عقليا ومنهم الخارجين عن القانون يدركون جيدا أن المجنون لا يعاقب أو تخفف عقوبته إلى أدنى درجة ليضيع دم الأبرياء هباء وبينتهزوا الفرصة وده محور حلقتنا النهاردة أيه مساء الخير يا دكتور أهلاً سأنو. دكتور لما نيجي نتكلم ونقول أن الطب الشرع العقلي لو حبينا نقرب المعنى ده للمشاهدين نقول إيه هو الطب الشرعي حاجه والامراض العقليه والنفسيه حاجه تانية تخصصين تمام لكن ساعات يدمج التخصصين مع ظروف <applause> قضيه معينه م. فبيحتاجوا راي الطب الشرعي فيها ك مدى مسؤوليه الشخص اللي اقترف الجريمه او حاله العقليه او التصرفات بتاعه المجني عليها في بعض اللحظات لان طبعا احنا عندنا في بعض القضايا ما يكون المجني عليها فاقده الاهليه خالص ها يعني اي نعم يكون جسمها كبير لكن عندها بله او 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 مم. فدي طبعا عقوبه كانها اغتصاب على طول مم. فاذا ممكن على المجني عليه للكشف او ممكن على المتهم في بعض حالات بالاستعانه في معظم الاحوال مع الامراض النفسيه والعصبية الامراض العصبيه والنفسيه مم. يعني في دمج ما بين الاثنين عشان بين الحاله العقليه بتاعت الشخص وخصوصا في اقتراف الجرائم مم. في حاجات تانية برضه هقول عنها غير اختراف الجرائم. نعم. حاجات مدنيه. مم. زي اللي هو يكون انسان فاقد الاهليه لاسباب معينه كثيره أو قوي نبقى نحكي عنها. مم. ويكون اهله ويكون عنده املاك، يكون عنده اي حاجه فبيتعمل عليه حجر. مم. عشان يحجروا عليه لان هو التصرف بتاعه تصرفات غير سليمه، ممكن يضيع فلوس، ممكن يعمل اي حاجه، فا او يكون عايزين وصي عليه مم. عشان حاجه، فدي برضه من ضمن الحاجات اللي طب هي. طب لو حبينا نقول يا دكتور. ايه الاسباب اللي بتجعل القاضي يتجه الى الطبيب الشرعي في ما يتعلق ما بتحديد او تقدير درجه المسؤوليه ومدى رجاحه العقل؟ ايه الاسباب اللي تؤدي يعني ما يروحش ليه للطبيب النفسي مثلا؟ يعني هو عاده لان اصل الطب الشرعي اساسا هو معامل الجهات القضائيه نعم وفاهم جنايات يعني ايه؟ وفاهم شغل جنائي يعني ايه؟ وهو تابع لوزاره العدل في الناحيه الجنائيه مم. يعني طبيب تخصصه الجنايات تابع للمحكمة الإيه؟ المحكمة القضائية عامة جنايات أو غيرها نعم. فطبعا يعني المحكمة بتستعين بالطب الشرعي إلا إذا كان هناك حالة واضحة أن لازم يكون رايح على أمراض نفسية وعصبية على طول. مم. لكن هي درجة درجة وسطى في بعض الحالات أن النيابة تحيل على الطب الشرعي على أساس الكشف عليه أو بالاستعانة مع أمراض نفسية لتحديد الحالة العقلية بتاعته. مم. يعني هو في دمج ما بيننا احنا وما بين الامراض النفسيه حتى ما بتجي الحالات زي كده بتكون لجنه من الطب الشرعي واحنا بنكون متعاقدين مع من اكبر استشاري امراض نفسيه والعصبيه م. على اساس بيجوا يعملوا بيجو جلسات معانا وبعدين يطلعوا تقارير نعم في حالات تانية في حالات ثانيه الطب <applause> الشرعي بعد ما بيكشف عليه يلاقي إنه هو محتاج محتاج وينبه او يدي بيها تقرير بوضعه تحت المراقبة العقلية نعم. يعني يروح هناك يتحط في مستشفى مستشفى الأمراض المستشفى المستشفى العصبية والعقلية فين في الجهة اللي يكون موجودة سواء اسكندرية أو هنا في, في المستشفيات المتخصصة يعني السلسة. مرتبطة دايما المستشفى الأمراض النفسية و... العقلية والعقلية بالعباسية ما ناس متعرفش يعني يعني موجودة في, في... في, عندنا الخنكة وفي عندنا في اسكندرية وفي عندنا أماكن تمام تانية تمام. تمام. هنا ليه بقى لما يكون بحالات صعبة شوية مش قادر تحددها على طول يعني في ساعات بيبقى باين الحالة من أولها إن ده في خلل ما في خلل ما واضح وممكن نستعان مع الاخصائي معاك بتقدروا توصل لنتيجه. في حالات حالات صعبه مم. وحالات المحكمه برضه مش عايزه اقتنع عايزه تقتنع بعد ايه؟ لان القضيه شديده مم. وعايزه يكون الحكم بتاعهم في مناسب. فيقول لك يضع في المرضى العقليه لمده 45 يوم تحت الملاحظه. ليه مم. بقى؟ بيتراقب فيها مراقبه 24 ساعه لمده 45 يوم انت عارف انت حضرتك قلت في مقدمة السلوك بتاعه اه انت في المقدمه قلت ان المتهمين فاهمين والمجرمين فاهمين ان يعمل يعني هو فاهم الموضوع فاهم اه مجنون او معتوه الدفاع مع احترام المحامين ساعات يعني يقول له ايه يعني يقول له جنون الجنون إيه واكم من افلامه ومسلسلات وجاي طبعا يعمل عبيط وبتاعه هو فاكر دي تخيل على المحكمه وتخيل على النيابه فممكن جدا يحال على الطب الشرعي فيكتشف وما يقدرش يكتشف لانه هو فنان واصعب والحاجات دي كلها فبيقول لك لا يوضع تحت المراقبه العقليه 45 يوم م. مش هيقدر مش هيقدر يقعد 45 يوم بقى يضحك نعم. على اخصائيين امراض نفسيه في المستشفى لازم هيغلط ما يتراقب 24 ساعه لمده 45 يوم نعم هنا التقرير بيبقى ايه جازم نعم. ده لسه في حاجه ثانيه هنبقى نقولها بعدين طب احنا لو قلنا ايه الحالات اللي بتستجوا بالاحاله للطب الشرعي؟ هي نمرة واحد زي ما قلت حضرتك انا بالنسبه للحاجات المدنيه اللي هي الحجر الحجر على الانسان نعم. يعني عارف المواريث في نعم. في في الحاجات دي كلها ساعات او لحادث ما او الاب يموت يبقى فيه أو اولاد يبقى عايزين يعملوا الحجر عشان على فكره في بيعرضوا معانا ماده في المية الامراض النفسيه والعصبيه اه عن المستشفى الصحه النفسيه اه ده في قسم دلوقتي انا كنت بنزل لها زمان بحكم الوظيفه هحكيها كوظيفه زي... اه وظيفه لا كوظيفه <applause> من من طبيعه عملك كرئيس مصلحه اه يعني, يعني, في حاجه مدلس. اسمها مجلس مراقبه عقليه دي بقى ده يعرف اخرس طبيعه العمل نفسه ده, ده طبيعة طبيع تاني يعني خالص بقى يعني حاجه تانية دي خالص هحكيها برضو اشرحها ازاي طيب نكمل آه. الحالات اللي بتتسوق آه. أو يعني الحاجات اللي هي عاده طول عمرنا كنا بنشتغلها اما هم يعني يقولوا ان الشخص ده غير قادر اهليا على اداره امواله امم ده حضرتك اللي المعروفه بقضايا الحجر <applause> الحجر مش كلهم عبط او مش كلهم نعم. فقل... أو, ما... أو كلهم واشهر اشهر حاجه فيلم زهايمر اعتقد ما هي اه زهايمر نمرة واحد آه. في عندنا اي اصابه في المخ نعم. في عندنا حالات الشلل في بعض حالات الصرع مم. في يعني في حالات اصابيه وحالات مرضيه وحالات العته نعم يعني ممكن نكون صغير وكبر والحاجات دي كلها عنده نقص عقلي مم. يعني هو اول بيبقى عنده 20 سنه لكن تصرفاته تصرفات عائلة عنده سبع سنين او اقل مم. وفي واحد مثلا يكون راجل كبير وكل حاجه وكباره لكن اصيب بمرض ما مرض الزهايمر مثلا مم. مرض آآ 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 نزيف في المخ شلل ها آآ اصابه آآ عهد كده احنا هنا في بعض قضايا العاهات الترفين او التربنه التربنه, يعني التربنة أو مثلا بتشيل جزء أوه. من المخ والحاجات دي كلها فبيخليه ان هو مش مش في الحالة مش كل حاله مم. لان برضه في حالات ممكن يكون معموله تبان لكن وعيه كويس وعي كويس لكن احنا يعني يعني بنتكلم هنا عن الوعي والادراك الوعي والادراك لان مم. دي بقى هنا بيتفحص بقى كل اليوم والتاريخ والساعه والنهارده ايه وبكره ايه وخمس قروش و20 قرش يعني فيها امتحانات لازم مع الشخص اصل ده يعني جاي مش في بس ده احنا بالنهاية. هو مش جاي في جنايه هو لا. جاي اصلا يعني مع اهله وبتاع جاي يكشف عليه عادي فانت بتبتدي تاخده على راحته وتكتف وتكتف وتكشف عليه اذا احتاجت يعني كانت في حالات واضحه جدا نعم. يعني وفي حالات تبقى محتاجه يعني الاستعانه بالاستشاري لان احنا متعاقدين مع اساتذه جامعات في امراض النفسيه والعصبيه على الكبار بيجوا برضه بيدوا ارائهم واحنا بنسمع كلامه وبنشتغل معاهم بيبقى فيه واحد من الطب الشرعي ومعاه الاستشاري عشان نعم. ايه ي ي ي ي يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على حاله من الحالات اللي هو حاله الحجر الصحي حجر على ال الحجر الصحي او كده آه. دي آه. دي الاساسيه تمام وبعدين في عندنا زي ما قلت لحضرتك انا لسه ما جاش المتهمين بقى بعدين باجي بعد كده زي ما حضرتك لحضرتك المجني عليهم نعم المجني عليهم وخصوصا في في بعض زي ما قلت بالاخص بالاخص في حالات اللي الاغتصاب والحاجات دي كلها اه ان احنا مش بناخد الجاني بس احنا بناخد المجني عليه على الحاله ما ساعات ساعات جدا بتبقى مثلا ده كان في حاجه مشهوره انا اعتقد الفتره اللي فاتت اللي هو كان عملية اغتصاب بنت مختله عقليا او حاجه زي كده مختله عقليا طبعا آه. ما دي مهم اصل دي بقى اغتصاب بقى خلاص ما, ما احنا عندنا القانون بيسمح فوق ال 18 سنه والرضا مش الرضا طب هو اللي هيفرق الحاله العقليه العقليه للمجنع عليها دكتور اه طبعا الرضا فيها مفيش فيش رضا فاصبح اغتصاب على طول آه. بقى انتهت القصه يعني طالما هي يعني انت احنا عندنا مثلا فيها خلل حل... عقلي اه يعني الممارسه الجنسيه بين الذكر والانثى اذا كان فيها رضا بتخبي او بتاع القانون يسمح حرام دي مش موضوعنا لكن ممكن ما يتخفف العقوبة إذا كان بالرضا وموافقين وعن بعض صحيح, صحيح. لكن يقول لو كانت موافقة موافقة إيه ده هبلة آه. يعني سوري يعني من نبيل عبيد كمان أعتقد آه. ده, على طول ده خصاب مفيش آه. فيها كلام ليه آه. دي, دي معتوها ما عندهاش عقل خالص نعم. آه. اضحك عليها وجيب لها شويه شوكولاته وبتاع ايه يا حبيبتي وبتاع زي الطفل نعم. الصغير عروسه وكده واضحك عليها و... عشان كده هو في بعض الحالات تقدير السن دي درجات نعم يعني اقول لك ايه السن دي لو السن بقى اللي هو العمر ولا السن العقلي السن العقلي يتصرف نعم. تصرفات طفل البسن دون السابعه نعم لا سبع سنين دون السابعه يعني عنده من 20 سنه 18 سنه بس هو لكن مخه اقل يعني يقعد يلعب مع العيال الصغيرين زي يحيى الفخراني وكان في في فيلم مثلا كان كان هو الهام شاهين او الهام نعم شاهين نعم. اه ده طفل عمال يلعب بالكوره وبتاعه لكن ما فيش عنده المايند بتاع الايه السن لكن سنه سن الطفوله نعم فهنا العمر برضه انت بتقدر السن اللي هو الايه اللي بيتصرف فيه تصرفات تصرفات تصرف الطفل نعم وبعدين دون ال 12 ودون السبعه والحاجات دي كلها. مم. فهنا ده ده بالنسبه احنا للمتهمين او المجني عليهم. تمام. الجانب لأ... بقى. بالنسبه للجنة ظرف قوي يعني بتحضرني مثلا انا كنت في حاجه اسمها مجلس المراقبه العقليه، احنا عندنا رقم القانون. مجلس المراقبه. رقم القانون رئيس المصلحه رئيس كبير الاطباء الشرعيين. الشارع... عضو في مجلس المراقبة العقلية تمام. انا بنط فيها لان انا عارف الوقت ضايق فعايز اول حاجة كتير تمام لا لا, لا براحتك يا دكتور عايز حاجات, حاجات كتير الناس ما تعرفهاش جميل جميل فالمجلس المراقبة العقلية ده مكون من ايه؟ النائب العام او يوب عنه آه واحد من محكمة الاستئناف احد القضاة المستشارين الكبار في محكمة الاستئناف رئيس الامراض النفسية والعصبية في وزارة الصحة وكل اول وزارة الصحة في هذا الكلام كبير الاطباء الشرعيين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يعني مجموعة كبيرة دول آه. ينتقلوا إلى المستشفيات الإيه النفسية والعصبية حاجتين يشوفوا أحوال المستشفى شغالة كويس ولا شغالة كويس مم. أنا لغاية شغلي كان هذا الكلام معرفش دلوقتي بيحصل إيه أنا حاسس ما أعرفش ما أعرفش لكن أنا بتكلم قعدت <applause> <مم. تصفيق> 10 سنين رئيس <applause> مصلحة كنا بنطلع هذا الكلام نعم. من ضمن الحاجات طبعا بنشوف الأحوالهم بنشوف الحاجات دي كلها بنشوف الناس دي كلهم إحنا أصلاً طالعين عشان حاجة مهمة جداً. مم. الناس المودعين المودعين في المستشفى المودع مرتكبين جرائم مرتكبين جرائم وما ليه؟ لإنه هو عنده تقرير عقلي أن هو ده غير مسؤول. ما روحوش البيت، الناس فاهمة نقول له ده مجنون روحوا البيت، لا ده بيدعوه في مستشفى الأمراض العقلية يعني والعصبية. السجن سجن أخطر من السجن الطبيعي. لا ده أنا حاسس أتفصل، إحنا أول ما رحنا هناك في <applause> التسعينات <applause> طلعت معاهم اللجنة، جابوا لنا واحد من ضمن الناس اللي جابوهم. <applause> كان... كان... كان إيه ده كان شايفه عادي بيكلم كان قدامنا عادي ده. كان مسجون بقى بقاله حوالي 10 سنين آه. محطوط في المستشفى 10 سنين منس اتنسى في العفش اتنسى يا عم تهمتك ايه الراجل عاقل قدامنا بيتكلم قال والله يا ابني انا كنت في ميدان العتبه وواحده زدت معاه ده ورحت امم خلاص مسكوا الناس وودوه المحكمه فقالوا له قول انت مجنون المهم ان هي خلت على الناس واعتبروا مجنون او دعوه عشر سنين عادة السنين ما انت لازم ما يطلعش الا بمجلس المواقبة العقلية نعم ما الناس بقت بيوضعوا دول عاملين حوادث ها نعم. ما بيطلعوش الا بعد ما يطلع المجلس المواقبة العقلية ده زي ما تحرك النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف أو, او عضو كبير الصحة يعني مجموعة رهيبة م. عشان يقرروا يطلعوا ولا ما يطلعش اساسا عشان يجتمعوا بيجتمعوا يعني عشان لا بيجتمعوا نعم. عشان نعم. يطلعوا ولا ما يطلعش ساعات بيبقى في ناس منسيين نعم فانا يا عم لو كنت اعترضت كنت خدت ستة اشهر وروحت دلوقتي بقى اتنسيت خالص هو خلاص اتعود بقى عايش في المستشفى هذه مم. الكلام ده ده. تمام فاذا لما يجي الواحد يعني يرتكب جريمه يا اما يكون ظاهر عليه مم. فالنيابه على هي من نفسها لان النيابه دي عايزين ندي مثال يا دكتور احنا بنتكلم كده يعني هو بادئ عليه ان لو في قضيه كانت مشهوره او حاجه مرت على معاليك برضو ممكن نفكر الناس نقول لهم حالته كانت واضحه هي من البدايه انه هو مختل عقليا مثلا ما هي انت فكره القضيه كتير كلها بتتكتب في جرايد بس الناس مش واخده بالها آه. الواد اللي يقتل ابوه الواد اللي يقتل امه مش عشان المخدرات لا مم. ده هو الايماجينيشن بتاعه بيصور له ان الدولة عفاريت لا دول مخطئين فيقوم يقتله يعني انا اتذكر في دوله من الدول العربيه كانت عيله كلها قضاه آه. مع احترام وحب ليهم يعني مم. واحدهم الكبار خالص كان كبير في السن بنته مسكينه وهو نايم واحد ضربه سكينه في رقبته لا اله الا الله وعيله كلها خضار وعيله ضخمه جدا وعيله يعني من عائلات الكبيره رحنا شفناها مجنونه فأبو واضح ما عاد عنده درجه الجنون عليه فالمحكمه على طول النيابه بتحولها على طول على مرض عشان تثبت الحاله عشان تديها م. العقوبه بالايداع لحضرتك فهنا في حاله زي ما دي حاله باينه جدا م. ودي كتيره جدا بتحصل يقول لك ده ده, ده, ده النهارده في مصيبه برضه في البلد م. ان الواحد عنده عيال مش عارف يوديه فين ما فيش مستشفيات على عدد صحيح واذا كان في مستشفى يبقى بالفلوس وما فيش حد عنده فلوس نعم. ويقعدون في المستشفى حتى العباسيه بيطلعوهم يعني مقاسي موجوده نعم يا يعني ما في ناس عندهم اولادهم كده مش عارفين يودوهم فين واذا ودوهم مستشفى خاصه ما يقدرش يصرف عليه يومين ثلاثه مش بس يصرف عليه اشهر نعم فعشان كده دول تلاقيهم في الشوارع وكان في حاجات تانية برضه ساعات بيدوم اجازات من المستشفى ساعات بيدوهم اجازات من اللي هم نعم اللي هم المرضى العقلية آه آه مدعين المستشفى لا مش مدعين ده بقى بيخش بقى هو ما هو ثبت ان هو فقد الاهليه ساعه ارتكاب الجريمه نعم المحكمه اقتنعت بهذا الكلام فبيودعوا امراض المستشفى الامراض العقليه والنفسيه الى ما لا نهايه حتى يثبت ان هو اصبح ما اصبحش يعني ايه عنده نوبات اللي العنف اللي بيها جريمه ثانيه. طب استاذن معاليك يا دكتور فاصل قصير اعزائنا مشاهدي قناه الصحه والجمال ونعود لكم مجددا. أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير ونستمر الحوار مع الدكتور فخر محمد صالح عثمان كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق ووكيل وزارة العدل أيضا الأسبق دكتور وكيل أول وكيل أول وكيل أول, وكيل أول, وكيل أول وزارة العدل آسف يا دكتور نرجع تاني يا دكتور إحنا كنا بنتكلم عن الحالات وبنتكلم عن الحالات اللي هي واضحة بعينها إن في خلل عقلي ايه ايضا ايه 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 من الحالات التي تستوجب او تستدعي لحالة للطبيب الشرعي؟ هو احنا الاساس زي ما قلنا ان النيابه تلاحظ ان الشخص ده فعلا عنده عدا او ان هو مجنون او اي حاجه من التصرفات طبعا من اقوال السهول من تصرفات من قدامه ده فيه مم. فهو بيحيله على الطب الشعر باربع وتحديات المباحث بتبقى مفيده لدكتور هي مفيده بس لازم هيبقى راي فني في النهايه مم. اولا واخيرا لن تاخذ بها لا ملاحظ النيابه بتدي ملاحظات تمام مع احترامي لها طبعا بتدي ملاحظاتها ملاحظاتها بتؤخذ بجانب بالحرس جامد وبعدين يتخذ بها تقرير طبي عشان يحدد خصوصا في الجرائم الكبيره الأكل والحاجات دي كلها مم. مش هزار تمام اذا ده مختل اذا ده مختل على طول يعني في جميع الاحوال هو ارتكب الجريمه لانه هو فاقد الاهليه نعم. او فاقد العقل بتاعه في التصرفات في اي نعم. حاجه و... نعم. ولا يعي ما ي... ولا نعم. يعي فيه في بعض الحالات بيبقى ساعة ارتكاب الجريمه كان فاقد ولا مش فاقد الوعي هنا بقى ايه؟ ممكن جدا ان هو يبان عليه بعض العزات بعض ما فيش ها او يقدم تقارير زي مرض ايه يا دكتور طبعا الامراض النفسيه والنهارده على فكره الامراض النفسيه بقت ليها اهميه نعم. كان زي حسب القانون 91 افتكر او حاجه مم. بدوا يدخلوها من ضمن حاجات اللي هي ايه تـ 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 تدي زي الامراض العقليه نعم بس مش فاكر الماده بالظبط ايه لكن لكن مثلا في عندنا مثلا زي ما يكون المرض الصرع مع احترام من الناس كلهم في الجميع يا رب لكن هو في في الحاله احنا هنا بقى في الحاله بتاعت الصرع هي غير مسؤول مم. اما في الوقت الزمني العادي اللي مسؤول آه. بعد لان الناس فاكرينها سهله مم. لا في اصل مريض بالصرع. طب هتتظبط ازاي دي يا دكتور؟ يعني نثبت اول عنده صرع ولا لا؟ من الاساس لا سرع ما تثبت عنده صرع ولا ما عندوش صرع يا اما بالتقارير يا اما بالمستشفيات يا اما بالاطباء بكل حاجه وهنا دور المحامي والطبيب الشرعي بقى هم الاثنين الطب الشرعي بتفضل تكشف عليه لغايه ما تتاكد هل فيه ولا ما فيش مرض مم. وهل المرض صار عنده مرض يعني عقلي يعني في اصابه في راسه ولا مرض نفسي ها ولا, ولا مرض ناتج عن ادويه ولا ولا ناتج ما الادويه دي حاجه آه ثانيه آه فقدان الوعي ده والحاجات دي كلها تمام اه ولا هو مرض يعني عقلي يعني اصابي آه اللي هو اللي بيبقى ليه حياتين ده نوع من انواع الامراض شيزوفرينيا. والحاجات السيزوفريني آه آه ايوه آه آه لا, دول لا دول دول امراض نفسيه وزي ما انت حضرتك بدوا ينتبهوا لهم في القانون م. من قيمة خمسة 15 سنة قالوا هذا الكلام يعني ادوا أهمية للأمراض النفسية كان زمان أمراض عقلية ولا مش عقلية؟ مم. امراض نفسيه ما كانوش ياخذوا بيها، دلوقتي مم. في امراض نفسيه تصل الى مرحله شبه الجنون لما تقولش وانا نيرون وانا حاجه مم. مم. يعني متقام الشخصيه على طول وتصرفاته غير عقليه بيتاخد ده دي بتاعت الامراض النفسيه والعصبيه مش بتاعت الطب الشرعي هم اللي يثبتوا هذا تمام. الكلام لكن هو العبره في الجنايات بساعة ارتكاب الجريمه مم. فإذا كان فقد فاقد الاراده او فقد العقل ساعتها ولا مش فقد العقل عشان كده حتى في القانون اما يجي في واحد مثلا يشوف زوجته في وضع آآ 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 اللي, هو اللي هو الشرف اللي. المشرف آه. بيدوله العذر ساعتها ليه لانه آه. فقد عقله ساعتها آه. لكن الشي قال بقى والله انا شفتها وبعدين طلعت وقعدت بره في الصاله وقعدت استنيه شويه وبعدين رحت فكرت ورحت جبت سكينه وجيت لا ده انت بقى ايه؟ آه. ده انت ما بقيتش فاقد عقل ده انت قعدت تفكر وتنظم وتعمل طبعا الناس مش فاهمه طبعا طبعا اه طبعا هو ترصد كده ما هو بقى قاعد <applause> يفكر مرام هي اي قضيه مثلا انت ما فيش نوع من جارة. انواع الامراض يكون السبب في الموضوع ده يا دكتور؟ طبعا في اي اصابه في المخ كمان اصابه ضمور في المخ في ساعات علاج ضمور في المخ والناس ما تاخدش بالها م. يعني في عندنا احنا ساعات في ناس بيجي لهم ادوار كده تبقى صعبه هو نعم مش مريض نفسي لكن يبتدي يشوفوا في حاجات يتوحى عن الزمن يدوخ والحاجات دي كلها اذا كشفوا عملوا سي تي على الدماغ ولا يعني اشعاعات مقطعيه م... يعني ممكن يلاقوا فيها اورام والحاجات دي كلها تؤثر عليه م. يعني اذا اكتشفوا في اورام في دماغه او انزفه او حاجات موجوده فدي حاجات عضويه تؤثر على يعني 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 احنا لو قلنا يا دكتور انا عندي لان الوقت بيجري معانا كالمعتاد عندي اربع حالات يعني عايز فيهم توضيح للساده المشاهدين معانا تعاطي الادويه المخدره المتسببه ها. في العرض العقلي هل يمنع من العقوبه ومتى يمكن ذلك؟ بالعكس يمكن انا حسب تصوري انا طبعا مش قانون لكن انا فاهم قانوني بحكم مارستي 40 سنه في الطب الشرعي 45 سنه اتفضل ممكن تزود التهمه عليه يعني هو بيبقى عنده تهمة التعاطي المخدر المخدرات دي ممنوعة أصلا مم. يعني احنا بنتكلم مثلا الأشهر في الشارع المصري الترامادول فالترامادول يعني ده بتاع علاج انت اه انت مرتكب جريمة انت أصلا كده تناولك الترامادول بشكل شرعية تعاطي الدواء كمان لا الدواء ده دا حاجة تانية هنتكلم عن الدواء دي حاجة تانية تمام. لكن انت دلوقتي متعاطي مخدرات عايز أستأذنك بس ونقول سؤال المشاهدين أعزائنا آه المشاهدين هل التهور جنون لحظي؟ السؤال مرة تانية هل التهور جنون لحظي برجاء مشاركتنا وأرقام الاتصال على الشاشة حاليا ونكمل يا دكتور عن التهور ولا عن المخدرات؟ لا لا ده التهور ده ليهم، المخدرات هي احنا ولا كان سكران وعمل او كان ناخد مخدرات، طبعا القانون اللي بيحكم مش انا، لكن انا اللي اعرفه انت طالما انت انت, انت, انت مرتكب جريمه الاول اللي هي الجريمه بتاعتك تناول المخدرات تناول آه. المخدرات انت مسؤول عن نفسك بقى في اي حاجه تعملها غلط. م. خلاص مم. طالما انت فقدت بتفقد وعيك لشيء ما <applause> عايز تنسى عايز تعمل أتكلم يعني عن السواقين بقى واللي بياخدوا الافيون وبيقطعوا دول المفروض آه تشد العقوبه عليه نعم نعم لان هو دلوقتي مفروض يعني يكون في وعي يعني والا يثبت انه بيتعاطى مثلا ال لا يكون يعني دواء بقى هنا آه بيسال الدواء ده بيبقى لها نظام معين يعني آه هل المرض بتاعه ده يستدعي هذا الدواء ولا لا وهل الطبيب اللي كاتبه بالرغم من احترامي ليه كاتبه بطريقه صح ولا كاتبه مجامله ليه لان دي كل حاجه لها حسابات تمام المرض اهم حاجه كان مرضه يستدعي هذا الكلام مقابله ما يركبش عربيه ويسوق ما برضه كمان ما كل حاجه ما يجيش يقول والله انا عيان والدكتور كاتب لي دواء واخد رمضان وخمس اقراص وراح دايس الناس لا المفروض ان انت ما تسوقش عربيه وانت فاقد الاتزان والبتاع ده انت كده هتعرف جريمه متعمده بقى في هذه الحاله انا مش بتشدد بس بقول يعني احنا كده برضه في ناس اللي بياخدوا الادويه اساسا وقطعها او عدم الاستمرار فيها بيؤدي قد مثلا لحظات الصرع مثلا وممكن ارتكب بالتوقيت ده هو مع احترامي ليه وانا لا. بحبهم جدا بـ بـ يعني بس هو اثباتها صعب عشان تكون عارف مش سهل قوي كل واحد يدعي هذا الكلام أو كل واحد يقول هذا الكلام ليها اثباتات كتير لغايه ما تثبت هذا الكلام ودي بيحتاج الى العلاج ويحتاج الى العلاج ويكونوا المستشفى كاتبه له تقارير معاه تقرير واهله بيقولوا له لانه بيبقى ممكن ماشي إذا ما كانش فيه عناية بيه ومعاه أوراق ممكن يدوخ في الشارع ويضيع ما حدش عارف بيعمل إيه مم. فالناس تبقى عارفة إن هذا مريض بصرع لأن أنت في عندك إدعاء الصرع دي 90% من الشغل بتاع السرعة ده إدعاء نعم في المع... في الجيش والشرطة يرمي نفسه ويكشب نفسه وبتاع ويقول لك كبر في ودنه ويقرص ودنه لا سريع بقى يا دكتور آه. هل يعد قلة الذكاء أو عدم الاستيعاب السريع مبرر ليكون الشخص فاقدا للقدرات العقلية؟ ما هي يعني واحد فلق... قدر... واحد غبي لا, ف... لا. الغبي مالوش دخل فاقد قد ايه؟ آه. زي ما قلنا احنا هي التصرفات نعم. فاقد الاهليه او فاقد العقل ده ممكن يكون عنده المينتال ديمينشيا اللي هي يعني ايه نقص عقلي. نقص عقلي. النقص آه. العقلي ده بقى آه. موضوع تاني نقص آه. عقلي يعني معناه مخه هيفضل صغير اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع 20 سنة هذا النقص هو العقلي هو بيخليه بقى ما هوش ما هوش سوي. اه. كده بيتحجر عليه. ها دمين. بيحجر عليه والناس تاخد باله عشان ما يرتكبش ما يرتكبش جريمه دمين. او يتصرف في فلوسه يضيع دمين. فلوسه ده اسمه النقص العقلي دمين. اما حكايه اللي هو اله اله التصرفات ها بتاعت دمين. الانسان اي انسان بيحسب عليه الا ان ثبت ان هو فاقد الاهليه طيب المريض التوحد يا دكتور ده مريض نفسي. واحد ما بيرتكبش جرائم. ما بيرتكبش أساسا جرائم. مش أنا مش عارف أمراض نفسية، بس أوه. هو مش عدائي، م. بالعكس م. هو منطوي، م. هو منطوي. قلت لحضرتك، وهو على فكرة في معظم الحالات اللي هي آآ آآ عقلية بتكون عنيفة، دي معروفة بالنسبة للأمراض النفسية والعصبية، وعشان كده في أماكن في اماكن معينه ما بيسيبوش في وسط الناس طب في سؤال بقى مش عارف يا دكتور هل هيمشي نفسي ولا يمشي عقلي م. هل الشذوذ عن المالوف في المظهر او الدين او العقيده او السلوك يعني ان الشخص فاقد لقدراته العقليه لا لا ابدا ملوش علاقه ده مزاج فنانين عندنا مع احترام منهم كلهم كل واحد صاحب مزاج مخ ثاني خالص يعني ممكن يبقى احمر في اسود وازرع في اخضر انا ما اجي بشوف الابيض واحمر في اسود ده, أه؟ ده, أه؟ ده الشخص العادي لكن م. واحد ثاني ليه مزاج سيرياليزم يلبس آه يلبس هنا اخضر مم. واسود واصفر وبتاع حاجه ثانيه خالص هو مبسوط منها انا مش مبسوط منها ده لا يعني ان هو مش مظبوط هو عقله مظبوط لكن هو تصرفاته تصرفات واحد بيشتغل على طبيعته مم. عايز يلبس شورت وينزل بيه مش مشكله تمام في الناس النهارده كان زمان عندنا من وانا صغير لغايه دلوقتي كان زمان ما حدش ينزل بشورت ولا خالص النهارده 90% من الناس مش شورت تنزل على الكافيهات تلاقي كلهم الشباب قاعدين بشرطات ما كانش موجود الكلام ده زمان عشان ينزل بشورت أبدا الراجل الا في المصر في اسكندريه او فين في في الغداء النهارده بينزلوا البيجامات آه يعني بيجامه الخروج بيجامه النوم يلبس بيجامه نظيفه ما ينزلش باي حاجه فهي اللبس والتصرفات دي كلها اللي هو احنا مش مش, مش, هنقول إنه هو هو, الجزء هو ما عندهش جزء ما عندوش شذوذ انا اللي اكون انا هو بيعتبرني انا عندي شذوذ عشان انا ماشي ايه مش بقول لك ده راجل ده راديكالي ذوي ذوي البيضاء آه لابس كرافطه لا ها انا قاعد مش بفتح النهارده بشوف رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه لابسين النهارده قمصان فتحين صدرهم صحيح بوتين في الانتخابات بوتين بوتين, بوتين, بوتين رئيس اكبر دول ماشي وفتح القميص وماشي وغيره من الرؤساء هو انا جاي زمان ممنوع انا جاي لسؤال يا دكتور لذيذ قوي بيقول دلوقتي في مقوله بتقول ان كلنا مرضى نفسيون هل مع اختلاف الظروف المحيطه وقد يؤدي هذا المرض الناس الى مرض عقلي فهل ده ممكن يكون دافع لارتكاب الجريمه في حد ذاته وانا بقى بطريقه ثانيه انا آه. هو هو عايز يحرجنا هو بطريقه ثانيه تمام يخلق الانسان على حاجتين الخير والشر نعم مش كده ولا ايه نعم احنا بنعلم الناس الشر امم يعني احنا في المدارس وفي البيت بنقول له روح روح يقتل روح يسرق لا امم اذا احنا اصلنا ممكن نبقى عدوانيين نعم بنبتدي من صغرنا بقى ايه؟ تربية، عيب، ده مامتك، ده باباك، اسمع الكلام، ما أه تضربش أخوك، ما تاخدش لاخوك احنا بنعلمه التصرفات، دي اسمها التصرفات. تمام لكن هي مش فاقدة مش فاقدة أهلية، لا تعلمه التصرفات، لأن أنت لو جبت واحد ما حدش رباه خالص، ممكن يبقى عنيف، أنت ماسك روح رحت منه منك يقطع أه أه لا قول لو سمحت قول اديني الورقة، طب دي اسمها أخلاقيات وتصرفات. بيجي احنا بالزين فاحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى مم. اما خلينا الحال خلينا ما احنا من احنا مجانين ليه لان ربنا سبحانه وتعالى عرض الامانه اللي في دماغنا دي على الجبال سنة. وكله احنا قبلنا بيها فاحنا قبلنا من الاول بالايه وبالامانه هنح... بالامانه اللي هي وبالامانه هنختم حلقتنا يا دكتور النهارده بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق في نهايه حلقتنا النهارده من الطب الشرعي بنتقدم بالشكر للدكتور فخر محمد صالح عثمان كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مساحه الطب الشرعي ووكيل اول وزاره العدل الاسبق بنتمنى أعزائنا مشاهدي قناه الصحه والجمال وبرنامجنا الطب الشرعي نكون على لقاء اسبوع متجدد طيب الله اوقاتكم كان معكم علي الفيل